الظاهرة الإجرامية الجديدة اللي خلقتها شبكة العنكبوتية أو فضاء المعلومات، هي من الجرائم الخطيرة جدا، ومن الجرائم اللي ولاو كيمشيو لها ناس اللي مفروض فيهم بعيدين عن الشبهة. وهذا هو بيت القصيد، وهذا هو اللي شنو قلت واحد المناسبة، أنه دابا يمكن تكون هذه المادة مادة خام من أجل البحث والتعمق في البحث من طرف علماء الإجرام لاستجلاء أو لتوضيح الأسباب الجديدة. أنا كنقول زعما هذه وجهة نظر بطبيعة الحال، أن هناك أسباب أخرى ومعطيات أخرى ديال هذا الإجرام الإلكتروني أو الإجرام المعلوماتي اللي تيكون في شبكة الانترنت ووسائل الإلكترونية. لكن الأمر والمؤلم والمقرف نيشان، ومن جهة تلقى واحد محسوب على زمرة الفنانين والفنانات، واحد محسوب على معشر الناس الطيبين، لأنه هذا الشيء اللي كنعرفوا احنا على الفن، باش يكونوا هاد الناس هما اليوم محل شبهة في القيام بجرائم وهي خطيرة، وديك الجرائم أحدثت أضرار جسيمة. هذا شيء مؤلم، غير هذا الوضع ديال الشبهة مؤلم. إلا كان غير شبهة وما كاين والو من بعد، كنتمنى أنه ما نكونوش حنا ما نكونوش حنا في هذه البلاد بهذه البشاعة، زعما باش نكون إيجابية، كنتمنى أن الحقيقة تبان في أقرب الآجال، وأن بطبيعة الحال الحق ينتصر، لأنه حنا ما يهمنا هو أن ينتصر الحق في أي ملف في أي قضية، ما يهم هو العدالة. ما كتهمنا لا لهذه السيدة المواطنة اللي كتهضر لي عليها، ما كتهمنا لا هي لا غيرها، حنا اللي كيهمنا هو أن الحق يبان في هذا الملف، لأن علاش كاينين ضحايا اللي تخربت البيوت ديالهم، اللي ضاع لهم العمل ديالهم، اللي تشوهوا في السمعة ديالهم، ومسألة خبيثة جدا. والإنسان يمشي يبحث على الأعراض ديال الناس يتاجر بها أو يروجها أو يسيء السمعة الناس بها، دونك هذه مسألة مهمة. الكلام اللي كنسمعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديال هاد السيدة النيت كيخلي الإنسان يتمسك بهاد الشبهة. حنت زعما اش غنقول لك، انا ما عرفتش واش عندي الحق نعطي نصيحه او لا، ولكن انا غاديش نعطي نصيحه ليها لان ما كنعرفهاش، وما كيهمنيش نعطي لها نصيحه ولا ما نعطيها لهاش. انا كنعطي نصيحه لاي شاب او شابه ممكن ان الاقدار والظروف تساعده باش انه يكون غدا بعد غدا متفوق في اي مجال من المجالات، واحسن المجالات راها معروفه، ولكن على العموم في اي مجال من المجالات، لانه حتى جلاله الملك كيشجع وتعطي اوسمه، وحتى المقاولات كتشجع وكتعطي مكافئات، وحتى المجتمع كيشجع وتعطي اعترافات، دونك المحيط كله كيشجع الابداع والنشاط والعمل كيف في جميع المجالات. انا كنقول اي شاب او شابه وعطاتهم الظروف وساعدتهم الاقدار على انهم يوصلوا شي منصب من المناصب، خاصهم ما يتغروش وما ينساوش بانه الفضل دائما يعود للمحيط ديالك والناس اللي مقربين لك، دونك ما تبقاش تسب الناس لا بلايف ولا بغيره. هذه المساله ديال نبقى نتعاطى مع الناس، حتى في الانترنت ما مديوش باش نبقاو نتعاطاو مع بعضياتنا، الانترنت مدير باش الا عندك شي علم تمشي تبحث عليه، الا عندك شي شغله تقديهم، الا عندك شي خدمه بغيتي تاكسيليري في الخدمه ديالك، شي امور اللي غتنفعك. علاش نبقاو نمشيو حنا هذا كيتعاطى مع هذا كيصور شي حاجه دون المستوى، هذا كيشهر بالاعراض، هذه كلها امور مرفوضه، وكنرفض حتى التشهير بهذه الفنانه اللي هي متابعه اليوم في هذا الملف. انا كنرفض اي تشهير كيفما كان شكله ونوعه، ولكن او ميم طو كنرفض الظلم، ولا كانت مدانه يجب ان تعاقب، ولا كانت بريئه سنصفق للعداله اذا انصفتها، ولكن طبيعة الحال يجب ان تنصف الضحايا كذلك. قضيه التحقيق باقي تيبحث، هذه مساله فهمتي فيها السريه، قضيه التحقيق ملي كنت تبحث هذيك المرحله ديال التحقيق الاعدادي كما هي المرحله ديال البحث التمهيدي التي تسبقه وتكون تحت اشراف النيابه العامه وتنجز من طرف الضابطه القضائيه، هذه مراحل معروف انها تكون فيها السريه من اجل ضمان الوصول الى الادله والحجاج والى غير ذلك من امور الاستدلال التي تفيد بطبيعه الحال العداله. دونك هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أن السيد قاضي التحقيق ما صدرش متابعات، كاين ملتمس النيابة العامة هما اللي كانوا فيه ديك الفصول، هي مجموعة من الجناح، المساس بالنظم معلوماتيات، تهديد، نصب والاحتيال إلى غير ذلك، هذيك ماشي القرار ديال السيد قاضي التحقيق، القرار السيد قاضي التحقيق سيصدره بعد أن ينتهي من البحث. يعني بعد أن ينتهي من التحقيق الإعدادي سيصدر قراره بالإحالة، هذاك القرار بالإحالة هو اللي كتكون فيه المواد أو الفصول موضوع المتابعة
واش هي جناح دونك راه هو اللي غادي يدير قرار الاحاله. الا كانت شي حاجه اخرى يعني جنايه كيخصو يرفع يده على الملف يمشي عدم اختصاص لان الجنايه كتبت فيها محكمه الاستئناف. اغلاق الحدود ولا هذا الاجراء المراقبه القضائيه نورمالمون المشرع كيتحدث عليه في الماده 160 من قانون المسطره الجنائيه. الماده 160 كتقول لك بانه هذا الاجراء او التدبير ديال المراقبه القضائيه وخصكم تعرفوا بان الاجراء ديال المراقبه القضائيه هو من الاجراءات البديله عن الاعتقال الاحتياطي. وضعها المشرع كذلك للحد من ظاهره الاعتقال الاحتياطي لانه عندنا ازمه ديال الاعتقال الاحتياطي كيكون انسان مشتبه فيه ولا زال متمتعا بقرنه البراءه كاصل ويتم ايداعه في السجون والسجون راها ممتلئه وعندها مشاكل الى غير ذلك. بالتالي جهه التدبير ديال المراقبه القضائيه اللي كيسحبوا في جواز السفر ومنع من الحدود ولا غير ذلك من الشروط المضمنه في قانون المسطره الجنائيه. هذا عنده حد زمني بطبيعه الحال لان المشرع تيقول لك هذه المراقبه عندها شهرين تمدد 5 مرات دونك ملي هذا خصها تسالي. وعلى غير الاعتقال الاحتياطي اللي كيديروا ني السيد قاضي التحقيق في الماده 175 من قانون المسطره الجنائيه اللي كيقول لك انه تيكون شهر يمدد 2 شهر. بالتالي احنا في هذا الملف هذا يعني في الامد 3 شهور قاضي التحقيق في الجناح يعني في المحكمه الابتدائيه ما خصوش يتعدى 3 شهور. يعني احنا في هذا الملف عندنا معتقلين دونك القاضي التحقيق في هذا الملف اللي كتهضروا لي عليه عنده واحد السقف زمني اللي ما خصوش يتعداه اللي هو 3 شهور لانه كاين في الملف معتقلين او لهاد المعتقلين خصو يطلق سراح ديالهم. تمز النيابه العامه كان فيه انه خصها توضع كفاله ديال 500,000 درهم اللي هي 50 مليون مغربيه زعما سنتيم. وسيد قاضي التحقيق رأى ان ينزل هذا المبلغ يعني ان يخفض منه وخلى 300,000 درهم. النيابه العامه بطبيعه الحال لم يرق هذا ورفع الحدود كذلك دارها قاضي التحقيق. دونك هي استنفات ومن كيتستنف كيمشي عند غرفه الجنحيه اللي هي واحد الهيئه قضائيه اللي كتبت في الطعون الموجهه ضد قرارات السيد قاضي التحقيق. وهي رجعت الملتمس ديال النيابه العامه يعني اغلقت الحدود سحب جواز السفر والرفع من مبلغ الكفاله الى 500,000 درهم فيما يخص الفنانه واخا او هاد المواطنه المغربيه. دونك هاد المبلغ هذا الحجم ديالو يمكن يكون عنده ارتباط بعدد الجناح موضوع البحث موضوع التحقيق لان مازال ما خرجوا بقرار الاحاله. يمكن يكون عندها علاقه بعدد الضحايا في الملف وعدد الشكاوى لانهم تيكونوا عدد الضحايا يعني راه المطالب ديالهم المدنيه غتكون مرتفعه. ممكن يكون عنده علاقه بخطوره العمل موضوع الجنحه او موضوع البحث. دونك كلها هذه امور مجرد احتمالات نتناقش فيها. اما السيد قاضي التحقيق هو اللي يقدر يجاوب على هذا السؤال احنا ما غاديش نجاوبوا في بلاصتو. على العموم هاد السيده حيت توفرت فيها ضمانه الحضور لانها معروفه وانه ممكن صعيب انها تهرب من العداله دونك داروا لها كفاله فعوض ما يديروا الاعتقال الاحتياطي لانه احنا جرت العاده عندنا انه ملي تكون الشبهه كيكون الاعتقال الاحتياطي كما هو الحال او كما هو حال دوك الجوج الناس اللي معاها واللي معتقلين الى غير ذلك. دونك بالتالي اعطوها الصراح شيء ايجابي. احنا ما بغيناش انا ضد الاعتقال الاحتياطي. انا كنقول يجب ان يتم الاعتقال الاحتياطي في الجنايات الخطيره في حال القتل العمد في حال الامور الاغتصاب هذه الجنايات الخطيره ومنين كيكون خيف منه ضياع الحجه والدليل. اما هو الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي يجب ان يبقى استثنائيا والا يتم وضع الناس رهن الاعتقال الاحتياطي الا في غياب الضمانات وفي زعما خطوره الاعمال الجرميه التي قاموا بها الى غير ذلك. دونك انا كنتمنى انه جميع المتابعات تكون في حاله صراح ويعطيونا المشتبه فيهم يوضعوا كفاله ويمشيوا يبحثوا تاهما على وسائل الاثبات اللي تتفيد البراءه. الله يحسن العوان كنت قلتها وتحاسبت عليها غادي نعاود نقولها. الله يحسن العوان ان الانسان راه لازال مشتبه فيه ويجد نفسه مجبرا على ان زعما لا يكون وفيا لالتزاماته التعاقديه واموره المهنيه. هذا الشيء يقدر ياثر عليها ماديا وياثر على السمعه ديالها الفنيه. دونك على العموم كنتمناو ان الله يخرج الطريفه على خير وان الامور تبان على الحقيقه ديالها وان الضحايا في هذا الملف يتنصفوا. الناس متبعه هذا الملف ولكن ما خصش تعطاه هذا الحجم هذا كله. كيبان لي هذا الحجم هذا واحد الطاقه اللي من المفروض نوجهوها لامور اخرى مفيده. راه احنا ناخذوا العبره. احنا كنا كنبغيو ناخذوا العبره من الفنان والفنانه العبره المثاليه الايجابيه لانه المفروض انه ملي كتعطاك اوسمه وملي كتشهر وكيولوا عندك متتبعين ومحبين كيخصك تعطي نموذج ديال الحب والسلام والتسامح. اي حاجه ايجابيه يتعلموها منك الناس اللي عندهم طموح في حالك او الناس اللي مهتمين بك او الناس اللي كيسمعوا لك او الناس اللي كيحبوك. ولكن ملي كيولي الفنان تيعطي صوره سلبيه بحال هذه الصوره اللي تعطات بين قوسين لان المشتبه فيه لازال متمتعا بقرينه البراءه
بين قوسين دائما اقولها واكررها لاني انا ما بغنتش حتى شي واحد وما بغنتش نتحمل المسؤوليه ديال الاتهام ديال اي واحد. حنا كنهضروا فقط فيما هو كائن اليوم. يمكن الحقيقه تبان في الايام القريبه المقبله ان شاء الله لفائده الحق. لفائده الحق هو ما يهم. ولكن ملي كنشوفوا فنان كما قلت لك كيعطي عبره سيئه او لا كيولي اونغاجي في مسائل اللي هي فيها هاد الامور اللي هي شنقول لك مقرفه وخبيثه، لانه ملي كنشوفوا حياه الناس كتدمر وملي كنشوفوا كنمشوا اسرار الناس وكنشروا في مواقيتها شنو غنربحوا؟ اللي يجي واحد تيقول لك لا ايوا حنا كنفضحوا، ما عندكش الحق تفضح، انت ماشي سيدي ربي. لو كان انت مهتم بسيدي ربي ما غيبقاش عندك الوقت باش تهتم بالناس. لو كان انت عندك حب الله غادي تخجل من نفسك انك تمشي تشوه اعراض الناس وحياتهم الخاصه. انت ماشي ما مكلفك حتى شي واحد باش تحاسب ولا تعاقب، عندنا الله سبحانه وتعالى اللي كيحاسبنا ويعاقبنا. دونك حنايا نديوها في نفوسنا، ولا حنا كنبغيو الله بصح حنا ما غنكونوش مساليين باش نهضروا ولا باش نغتابوا ولا باش نديروا النميمه في عباد الله. دونك نمشيو نجدوا نديروا العمل الجاد اليومي، نديروا ما ننفع به الناس علاش ما قدرنا. وذنوب راه كاع كلنا عندنا ذنوب الله يغفر لينا، ولكن باش نوصلوا اننا نمشيو نبشوا في الاعراض الناس وفي حياتهم الخاصه وفي اجسادهم العرات ونبداو نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي اللهم ان هذا لا منكر وهذا الشيء بعيد كل بعد عما علمه لنا العارفين بالله. زعما انا كنقول من الافضل انه نكونوا مهتمين بدواتنا بمجهودنا اليومي بمستقبلنا بمستقبل وليداتنا مستقبل هذا الوطن اللي عزيز علينا. دونك باش نكونوا ايجابيين ما نعطيوش هذه الايماج، هذه الايماج دابا راه خرجات على حدود الوطن. دابا راه ناس اخرين اجانب كيتبعوا هذه المهزله اللي وقعت في هذه البلاد.